في ظل أزمة الطاقة العالمية، كتير من الدول بقت بتدور دلوقتي على حلول للطاقة النظيفة والمتجددة باعتبارها طبعاً طاقة صديقة للبيئة. مؤخراً مصر عندها أكتر من تجربة لاستخراج الغاز الحيوي من مصادر غير تقليدية، وكان آخرها استخراجه من نبات اسمه الأروندو دونكس. هو بقى نبات الأروندو دونكس وإيه قصة استخراج الغاز منه؟ ده اللي هنعرفه من المهندس وائل رضوان، مدير مؤسسة الطاقة الحيوية. صباح الخير عليك يا باشمهندس، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا. احنا عايزين نعرف إيه حكاية الأروندو دونكس وإزاي ممكن يكون مصدر للطاقة، بس قول لنا أصلا في البداية إزاي بنقدر نطلع طاقة من نبات؟ النبات بنطلع منه طاقة عادة بناخد المخلفات الزراعية عموما في الأساس، وممكن عن طريق تكنولوجيا الكمر اللاهوائي بنقدر نطلع منها حاجتين. أول حاجة الغاز الحيوي اللي بيستخدم كبديل لغاز البوتاجاز أو الغاز الطبيعي، وبنطلع منها الأسمدة الحيوية. ده اللي هو البيوجاز يعني؟ بالظبط، هو البيوجاز. أوكي. وطبعا البايو جاز ده يعني بيستخدم زي استخدام الغاز العادي، ممكن استخدمه على طول في اغراض التدفئه او الحريق، او بقدر استخدمه في انتاج الكهرباء. عاده احنا طبعا بنجمع المخلفات الزراعيه عشان نعملها بالطريقه دي ونقدر ننتج منها الغاز، ولكن المخلفات الزراعيه يمكن ساعات بنجد صعوبه جدا في صعوبه لوجستيه في ان احنا نجمعها في مكان واحد، لان هنحتاج كميات كبيره منها. بالنسبة بقى للنبات المستخدم الجديد ده، النبات ده بينمو على المياه المالحة أو اللي فيها نسبة أملاح عالية، وهو دلوقتي في تجربة لزراعته على مساحة كويسة، طبعا إحدى الشركات الخاصة اللي بتعملها، وهي الشركات اللي بتعمل الطاقات اللي بتعمل وقود غير تقليدي أو غير أحفوري، عاملة مزرعة على مياه خارجة من محطة صرف الصحي بتاعة أحدى محافظات الصعيد، وبتزرع النبات ده. النبات ده بينتشر بسرعة جدا وبينمو بسرعة، وبيصل ارتفاعه لحوالي 6 أمتار. والنبات ده بناخده وبنعمله على عملية الغمر اللاهوائي، وبنقدر ننتج منه غاز وسماد. والميزة فيه إن هو بيطلع كميات غاز حوالي 3 أو 4 أضعاف كميات الغاز اللي بتطلع من المخلفات الزراعية العادية. هو يعتبر بديل كويس جدا عشان خاطر مقاومه التصحر، وان احنا ما نستخدمش اي نباتات ممكن نستخدمها في الغذاء وما الى ذلك. طيب عظيم جدا. النبات ده اعتقد ان هو موجود دايما زي ما حضرتك قلت كده، وانا شفته من خلال الصوره، هو اسمه بس اللي جديد علينا، لكن هو موجود في مصر دايما على 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 الشط، مثلا شط الترع او كده، مظبوط؟ هو انواع منه فندم. يعني انا شكله ده شفته قبل كده. طب احنا اكتشفنا يعني ازاي بقى ان احنا ممكن نستخرج طاقه من هذا النبات؟ هو النبات ده معروف عالميا ان هو كان بيستخدم كطاقته الحيويه، حتى كالوريفيك فاليو بتاعته تبقى اعلى شويه من برضه بعض النباتات الاخرى، ولكن بالبحث وتطوير جدا يعني الناس يعني اللي زرعته وجابت السلاله دي من بره وبدات تزرع هنا في مصر، وحتى بدات تعمل، لان النبات ده اصلا السلاله دي بالذات يعني بتبقى موجوده في جو مطير ورطب، وهم عملوا زي سيميوليشن للموضوع ده، يعني هم زرعنا على مساحات وحاطين رشاشات ميه عشان خاطر يرطبوا الاجواء حواليها عشان يقدروا النبات ينمو بسرعه المطلوبه عشان يبقى الموضوع اقتصادي. طيب هل ممكن ده يتعمل كمشروع خاص لشباب الخريجين او للمزارعين انهم يقدروا يعملوا وحدات بايوجاز مصغره تقدر تعمل مشروع قائم بذاته؟ يمكن البايو جاز عشان يبقى وحدة كاملة اقتصادية تقدر يبقى منها عائد عشان خاطر في شركة تسلك هذا المجال عشان انها تستثمر يعني في هذا المجال، يمكن الوحدات الصغيرة هتبقى يعني صغيرة شوية على المهم. الوحدة الصغيرة اللي هي المنزلية اللي بتنتج 3 متر يومي، اللي هي بتعادل انبوب بوتاجاز تقريبا، بتكلف النهاردة في حدود مثلا 25,000 جنيه، ولكن هي انبوبه في الاخر يعني زي الانبوبه بالظبط، بجانب انها بتنتج بعض سوري الفلترايزر الاسمده الحيويه. أيوه. اللي بتحاول تكفي حوالي 2 أو 3 فدان.
فالاستثمار في مجال الغاز الحيوي ممكن ان الشباب احنا نعمل لهم بيزنس موديل مختلف عشان خاطر ندخلهم في منظومه العمل الخاصه بالغاز الحيوي، وهي انهم بيشتغلوا في منظومه الانشاءات عموما. احنا لغايه دلوقتي كمؤسسه طوال فتره عملنا انشانا 31 شركه ناشئه تقريبا، وكلهم بيشتغلوا في مجال انشاء وحدات الغاز الحيوي. بدانا نعدل هذا الموديل شويه، ولان احنا بدانا نكبر حجم الوحدات، وبدانا ان احنا ندرب الشركات على اداره الوحدات الكبيره وصيانتها، وان شاء الله هيبقى في اخر السنه حاجه كويسه ان شاء الله، موديل كويس جدا طالع في احد محافظات مصر. عظيم. ده يخلينا نسال حضرتك، هل في خطه توزيع جغرافي للمشروعات للتوسع في انتاج هذا النبات او زراعه هذا النبات؟ زراعه هذا النبات انا ما اقدرش اقول ان هي في زراعه، هي مجالات خاصه طبعا للشركات اللي تنتج النبات ده. يمكن الشركه اللي احنا نتعاون معاها في هذا المجال بتنتج هذا النبات كخطوه اولى، هتعمل الغاز الحيوي كخطوه اولى لانتاج البايو ديزل. لسه في خطوات تكنولوجيه اخرى، بس هم عايزين ياخدوا سلسله القيمه من اولها، يعني من اول المصدر بتاع النبات لغايه البايو ديزل نهائيا. ان حضرتك عارف الوقود الحيوي عموما في طبعا ريستريكشنز ايام دي كتير جدا، على ان الحاجات اللي بتتاكل بتستخدم في انتاج الوقود الحيوي، زي البرازيل مثلا بتنتجه من الذره، فهو ميزه النبات ده ان هو ما بيتاكلش، فعشان كده التوسع في زراعته ممكن يطلع نتائج كويسه جدا على المدى القريب ان شاء الله. عظيم طبعا، وفكره كويسه ان احنا نتوسع في زراعه هذا النبات لاستخراج الطاقة النظيفة منه. شكرا جزيلا مهندس وائل رضوان، مدير مؤسسة الطاقة الحيوية بوزارة البيئة، ألف شكر لحضرتك.